اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسلت وتيلي ميديسين، وفي انتظار كل المكالمات أسئلة استفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا دكتور. ازيك يا ريس؟ فرصة سعيدة. كلام طيب ما بعد العيد. بالصحة والسلامة. الله يبارك. خلاص بقى رمضان عدى والعيد عدى الحمد لله تعالى. وعقبال كل رمضان إن شاء الله. عقبال بقى ما ربنا يزيح الكورونا دي والناس تعرف تشتغل أمين يا رب. وتشوف ده أنا مصالحها. قبل ما ابتدي كل حلقه يعني لازم بصراحه اوجه الشكر ليك ولكل الزملاء وكل من بيشارك، لاني المجهود وانا كنت حاسس بيك والله في ايام العيد ورمضان يعني ما كانش فيه اي راحه خالص. يعني من البرنامج ده يا استاذ اسامه بنحاول ان احنا ندي علاج للناس، ولا سيما مريض السكر بيحتاج احيانا استشارات كتير، ولا سيما ما بيكون معدلات السكر بتاعته مش طبيعيه، أو إن بيكون عنده بعض المضاعفات المقلقة اللي هي علاجها ما بيكونش سهل أو يسير في معظم الأوقات يعني. فعشان نقلل زيارات الدكاترة وإن هو يروح يتعرض حتى من الخروج من البيت ويروح للدكتور وينتظر، فاحتمالية الإصابة هتزيد. أكيد. ولا سيما إن هو هيختلط بمرضى. وفي بعض المرضى بيكون عندهم قابلية أعلى للإصابة، يعني مريض السكر مثلا ممكن يكون مناعته أقل من المريض العادي، ومن هنا ممكن يكون إن هو يصاب بالمرض لا قدر الله أو ينتقل إليه الفيروس، فدي بتكون حتى علاجها بيكون صعب، لو جه بيكون صعب. تمام، ناخد أول اتصال. أهلا وسهلا، استعنا بالله. السلام عليكم أستاذ صلاح. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لما اكلم الدكتور؟ اتفضل الدكتور، سامعك انت على الهواء يا استاذ صلاح. انا مصاب سكر ومدخن شره في التدخين، هل التدخين ده يسبب تاخير العلاج بتاع السكر؟ يعني هل التدخين بيسبب تاخير العلاج؟ يعني قصدك بيعاكس العلاج مش كده؟ ايوه. طيب. ايوه. وانت عايز يعني ايه العلاج؟ تاثير العلاج، ماذا تعني بتاثير العلاج؟ يعني انا عايز بتعالج بالسكر وبس في الوقت نفسه بدخن ومش قادر ابطل التدخين. لا اقول لك انا يعني ايه انت عاوز تاثير العلاج. كلمه تاثير العلاج له شقين عشان نتفق الاول على الاجابه. الشق الاول اللي هو العلاج الناجح الذي يوصل معدلات سكر طبيعيه في الدم، صح؟ وهو ده المطلوب. لا مش ده المطلوب بقى، شفت بقى؟ المطلوب ليس وصول معدلات سكر طبيعية، ولكن هو عدم وجود مضاعفات حالية أو مستقبلية. لأن التدخين إلى جانب أنه هو بيقلل من كفاءة البنكرياس لإنتاج الإنسولين، ولكنه أيضا يؤثر على الأوعية الدموية بمستوياتها، صغرها وكبرها ومتوسطها، ويخلي الأوعية الدموية دي تتسدد بسرعة ويحصل فيها جلطات بدري، ويحصل تسرب شرايين بدري وارتفاع ضغط دم بدري. ضيف عليه للسكر بقى اللي بيعمل كل ده هو لوحده، يبقى انت بدل ما يكون حضرتك بعامل هدم واحد، يعني السن بيكسر فينا يا استاذنا، العمر بيحطم في حيويه الانسان، يبقى العمر وبعدين الضغط بيحطم فيها، والسجاير والنيكوتين والشيشه بتحطم فيها، وضيف عليهم السكر كمان، يبقى عايز ايه ولا ايه؟ طب ما تشيل يا اخي السجاير يعني او قللها. لا خلاص ان شاء الله نبطلها ان شاء الله. وتدعي لنا الف سلامه. استاذ صلاح نسال الله العفو والعافيه. امين يا رب. الله شكرا على الاتصال. فهو هنا معنا اتصال تاني؟ ماشي. مدام مروه سلام عليكم. قطعه. فصلت؟ طيب، هو الاتصال اللي احنا جاوبنا عليه ده فتح لنا فكرة يعني ايه علاج ناجح. جميل. علاج ناجح مش على مستوى علاج السكر فقط، عامة. العلاج الناجح المطلق الذي ينجح في الانتهاء والتخلص تماما من المرض، ده المطلق.
نهائي نهائي لا راجع له. بنسميه راديكال تريتمنت او راديكال ثيرابي. راديكال خدوا منها الريديكاليه، يقول لك انت راجل ريديكالي، ريديكالي بالعربي يعني انت راجل قاطع ما عندكش مرونه. يقول لك الراديكاليه، الراديكاليه يعني القاطعه الصارمه القاطعه الناهيه يعني عايز اقول الناسفه، دي راديكاليه. فراديكال ثيرابي او راديكال تريتمنت اللي هو العلاج القاطع النهائي شارب. ده هنقوله طيب بعد الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام هشام السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مريض السكر. نعم. انا مريض السكر من 26/3 قريب يعني. من شهرين. طلع 290 وبعد كده تراكمي 11. انت سنك كام سنه يا فندم؟ 55. وزنك قد ايه يا فندم؟ 75. حضرتك السكر اكتشف في شهر مارس الماضي. بس مشكلتي رجلي حرقان يعني باخد نلجا ومترول وفياسين ورجلي تاني ماشيه نار او شطه. يعني انت عايزه تقولي لي من شهرين اتنين سكرك بس بقاله شهرين؟ انا اكتشفته من 26/3. ما انت اكتشفتيه بالصدفه مظبوط ولا ايه؟ بالصدفه. السكر بقاله 10 سنين عند سيادتك. فدلوقتي بس ايه هو المعدلات يعني دلوقتي جيته 85. السكر دلوقتي 85. خمسه انا طيب 85. طيب برافو. وممكن بعد كده بقيت 26/22. طيب مشكلتي يا دكتور نار في رجلي زي الشطه. الشطه دي بقى لها قد ايه عند سيادتك؟ يعني من بعد ما اكتشفته يعني بقول انا رجعت شهرين. طيب بعد ما بدات العلاج النار بدات تزيد صح او جت؟ والله. حاضر. والرجل الرجل الشمال يا دكتور من اول بدايتها من كده للربع احس زي ايه؟ زي منمل عليا. لا ما في بص يا ستي في تنميل وخذلان وحرقان زي النار بيبقى موجود ممكن يصحيكي من النوم او يمنعك من النوم. حاضر. بس مجرد ما اقوم بتخفف خدلان ده بس. طيب. الحرقان اللي في الشفطه ده هو تعبني. طيب انت بتاخدي علاجات ايه قلتي لي حضرتك؟ جلفاكمست واميريل 3. طيب هنزود حاجه اسمها تجريتول دي حبايه 200 إيه؟ تجريتول. ممكن الحلقه دي بتتذاع حضرتك على اليوتيوب ويمكن يذاعوها هنا برضو بيعيدوها تبقي تسمعيها تاني. اسمه تجريتول او تسجليها على التليفون دلوقتي. تجريتول 200 مللي جرام هناخد حبايه قبل النوم لمده اسبوع وبعدين حبايه الدور وحبايه بالليل بعد كده لمده 15-20 يوم. اتمنى من الله سبحانه وتعالى. هقول ليه دلوقتي لو في فرصه اشرح لك ليه مع اكتشاف السكر اللي هو بقاله 10 سنين وما كانش فيه الم اول ما تبدا تصلحه الالم يجي. شكرا شكرا ام هشام بالشفاء ان شاء الله. عندنا فرصه نجاوب لها. ناخد اتصال لا خد الاتصال ابدا طبعا. ماشي استاذ محمود سلام عليكم. سلام. اتفضل يا استاذ محمود. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك مش عايز اسال الدكتور؟ اتفضل الدكتور سامعك. انا عندي ثلاث اولاد بيجوا تمام. انا عندي ثلاث اولاد بيجوا في سن معين والنمو بتاعهم بيقع. والايه؟ النمو. تمام. دكاترة مش لاقيين تأخير نمو. بس ما فيش أي نتيجة. الولد لحد دلوقتي طبيعي بس ما فيش نمو. لا استنى بس كشفت عليه كتير إنما مش لاقي أي طيب. نتيجة. أنت عندك ثلاث أولاد، الكبير سنه كام سنة؟ الكبير سنه كام سنة؟ حاليا عنده 6. الكبير عنده 6 سنين. تمام. وطوله قد ايه؟ عندي 6 سنين بس في اللي اكبر منه في المدرسه كويس عنده 9 سنين. بقى انا بقول لك الولد الكبير سنه قد ايه؟ تقول لي 6 سنين ده الكبير. انما اللي بعد اللي هو استاذ محمود لا الكبير كويس. ركز ابو حنفي ابو حنفي ركز معايا والسؤال على قد الاجابه لو سمحت. الكبير سنه قد ايه؟
تمام. الصوت بيقطع؟ بقول لك يا استاذ محمود، استاذ محمود انت قاعد جنب، انت معلي التلفزيون ولا حاجه؟ لا 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 انا بعيد عن التليفون. طيب هو دلوقتي سيبك من اللي هو الابن الكبير. لا ده انا عايز الابن الكبير ما عندوش حاجه صح؟ يا مولانا استنى بالراحه، انا ليا اسئله ثانيه. طيب ما تقعد بقى سيادتك ونتكلم. انا ممكن اساله على جاره عشان يبقى ليا هدف. ماشي اتفضل يا استاذ محمود لو سمع الدكتور رد عليه بس. ابنك الكبير اول واحد سنه قد ايه؟ انت سامع يا استاذ محمود؟ انا مع حضرتك يا دكتور. امال ما تقضي علينا الحلقه كده استاذ محمود لو سمحت ركز بس وقرب التليفون منك بس. تمام والله. طيب ما الدكتور سالك ثلاث مرات وما بتجاوبش. ما المشكله ان الصوت بعيد. الصوت بعيد؟ اتفضل انا دلوقتي كنت سامعك كويس. طيب الولد الكبير الاولاني سنه قد ايه؟ سنه 8 سنين. نمرة واحد أول واحد مراتك خلفته سنه قد إيه؟ سنه 8 سنين وكويس طبيعي ما فيهوش أي طوله قد إيه؟ طبيعي دي بتاعتك أنت مش بتاعتي أنا. تمام. طوله قد إيه؟ طوله حوالي 1.20 متر. ده المفروض ال 4 في 6، 4 في 6 ب 24، المفروض طوله 124 سنتي أقل حاجة. تمام. يعني في 4 سنتي. الأصغر منه قد إيه؟ الأصغر منه عنده 6 سنين حاليا. طوله قد ايه حضرتك؟ 80 سم او 75. اهو ده اللي واطي جدا لان المفروض ده حضرتك طوله 110. ما هو ده اللي عنده. نمره 3 الصغير سنه قد ايه؟ اللي بعد منه؟ اه. اللي عنده منه 4.5. طوله قد ايه؟ متر؟ طوله 50 سم. ايه؟ 50 سم. لا 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 انت قايسه غلط. لا 50 سم مفيش نمو اصلا يا دكتور. يعني 4 سنين ونص ده اتولد كام بقى؟ 15 سم ده ولا ايه؟ نعم؟ بيتولد الطفل من 45 ل 50 سم يا ابو اسوي. ما هو المشكله ان هو الولد استاذ محمود ما بيتوصش اصلا يا دكتور. هو دلوقتي طيب انت طولك قد ايه يا محمود؟ انا 170. ما شاء الله زي القمر اهو. والمدام طولها قد ايه؟ والمدام حوالي 150. يعني هي المدام معقوله يعني مش في الستات 150 بدايه مش وحش. طيب انا دلوقتي حضرتك الولد الكبير ناقص 4 سم ومش وحش نمشي. مجاز الولد الثاني هياخد الكورس بتاعه فهنستنى لسن 8 سنين ماشي؟ تمام. والولد الصغير ده اللي انا خايف منه قوي، اعرضه على دكتور اطفال كده واتصل بيا تاني عشان اساعدك. شكرا يا استاذ محمود. شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت عايزة أسأل الدكتور بس عن حاجة كده. اتفضلي الدكتور سامعك أنت على الهوا. عندي بنتي بس عندي بنت اسمها حبيبة عندها 15 سنة. اتفضلي. وعندها سكر بجلوة حوالي أكتر من عندها وهي عندها 5 سنين يعني. 10 سنين. وعندها على طول السكر عالي ما بينزلش خالص مع إنها بتاخد كميات أنسولين عالية خالص. ومفيش فايدة. يعني عندها ايه المشكلة مش عارفين. وزنها قد ايه؟ عندها وزنها 54. طولها قد ايه يا فندم؟ طولها برضه حوالي 160 كده. يعني رفيعة البنت. لا يعني ليها بس ليها بطن شوية، الانسولين بتاخده في بطنها وعامل لها زي كرش كده. لكن هي في الآخر المنظر العام بتاع رفيع، انت بتقولي طولها 160. لا مش رفيعه، حلوه يعني يقول كويسه يعني. الدوره بتاعتها بتيجي في مواعيدها ومنتظمه؟ لا لسه مش جات لها لحد دلوقتي. يعني هي 16 سنه والدوره ما جاتش؟ لا. طب بص بقى انت حضرتك يعني هتعمل لنا حاجه اسمها ال اتش ان اف. لا لا بصي الحلقه دي بتتسجل على اليوتيوب وبتتذاع بعد كده في القناه بالليل. اعرف منهم عشان الكلام ده تبقى انت متحمسه له وتسجليه وقتها. انا هقول الاجابه وبعدين على مين اللي تسجليها بقى. هنقيس حاجات ام اتش يعني اعمل تحليل ام اتش. هناخد تحليلات في الدم، التحليل اسمه ال اتش واف اس اتش. ممكن تروح مسجلهم وتوديهم المعمل وتعمل حاجه اسمها اي 2 وتستستيرون، تقيس لنا دول وتبلغينا. ده عشان 16 يعني الدوره كده
صدرها ما كبرش شويه؟ هي راحت فين؟ أم حبيبة شكرا يا أم حبيبة. طيب. وعلى السادة المشاهدين لو في أي حاجة ما سمعتهاش كويس أو مش لاقطينها بالنسبة لأسامي الدواء بتاع الدكتور محمد أو روشيتا لو سمحت تابعونا تملي على الفيسبوك أو اليوتيوب قناة الصحة والجمال. هي دلوقتي لسه ما خلصتهاش. طب اعمل لي عليها علامة عشان نرجع ناخد علامة وعلامة كمان على أم هشام اللي هي أو فكرني بقى هنقول إيه. طيب علامتين دلوقتي. طب اللي سبع علامات وبعدين عارف ده سبع علامات عشان الناس بس عشان سبع علامات ولا هم ثلاث علامات. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم اتفضل يا حبيبي. مع الدكتوره الحنيه. ايوه اتفضل الدكتور سامعك. الدكتور محمد معاك. ايوه يا فندم انا عندي سكر النهارده ليا سنتين حضرتك. الف سلامه. تمام واخد حضرتك طبعا يعني حاليا متظبط مع السكر الكلام ده. كويس. بس عامل لي مشاكل حضرتك في يعني مثلا في حكايه الجنس وكلام من ده. ماشي سنك كم سنه يا اخي؟ نعم. سنك كم سنه؟ سني 50 سنه. ووزنك قد ايه يا فندم؟ يعني وزني يعني حوالي 80 80 كيلو. السكر السكر الصايم كم؟ بسرعه بس جاوب. الدم يا فندم. كم؟ يا فندم السكر الصايم كم والفطر كم؟ يعني انا صايم احيانا. ايوه يا فندم. ايوه الصايم احيانا بيبقى حضرتك 115 ده الصايم 130. طيب انت دلوقتي عندك انتصاب. الانتصاب ولا الرغبه اللي ضايعين منك؟ لا عدم الانتصاب. لكن الرغبه موجوده وزي الفل؟ موجوده. طب الحمد لله الاول ان في رغبه في الزمن الاخبر ده. دي اول حاجه. نيجي على الانتصاب دي سيبك انت بقى دي شويه ايه يعني ملينات والدنيا هتعدي. تمام. بقول لسيادتك عايزك تقيس لي التستوستيرون والال اتش والاف اس اتش وتبلغني الاسبوع الجاي ان شاء الله. تستوستيرون بقوله عندهم عندهم تاني عشان لو هيجيبها من على اليوتيوب ممكن يسجل الحته دي تمام سيادتك ويروح يوديها للمعمل بدل ما يقعد ينقل ومش هيعرف. طب يلا لو عايز تسجلها اف اس اتش وتستوستيرون كفايه قوي وحاجه اسمها برولاكتين بالمره بقى سجلها اربع حاجات في الدم هو عينه واحده ال اتش اف اس اتش برولاكتين وتستوستيرون حضرتك اسمهم لي وشوفهم لي. نمره اثنين انا بس هو يجاوب السؤال ده بينه وبين نفسه هل في انتصاب الصبح هو قايم من النوم ولا لا. واعود الاتصال تاني ان شاء الله. لو الانتصاب موجود الصبح يبقى دي علامه طيبه مش موجوده ده احنا كله طيب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ناخد ام محمد من الدقهليه. الو. اهلا يا ست محمد. ايوه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقول للدكتور انا السكر عندي عالي على طول يعني بحلل احلل صايم القهوه 250 300 وبعد ما بفطر بيبقى 400 380 باخد انسولين الصبح ثلاث شرطات اربع شرطات خمس شرطات لما يكون عالي وباخد حبايه اخر نار بتاع سوتاج دي ولا سيدوفاج سيدوفاج سيدو فاجئ ست الكل. لما يكون على قوي بقوم واخده انسولين رايق. طيب قولي لي يا ست الكل. الو. انا سامعك والله، وزن حضرتك قد ايه؟ سامعني يا دكتور؟ طب بس انا مانيش سامعه. ابو محمد الدكتور سامعك كويس جدا، كمل الحوار. لا وزنها كام؟ الوزن الوزن. ايديا بتنم يعني ايديا فيها تنميل. الضوافري بتنشر ورمه. طيب انت سنك كام؟ سنك كام يا ام محمد؟ انا عندي 58 سنه. وزنك قد ايه؟ الوزن؟ انا وزني حوالي من 70 او 72 74 في الحدود دي يعني. طولك قد ايه؟ الطول؟ ايوه. يعني حوالي 150. طب يعني وانت 80 كيلو؟ ايه؟ ووزنك قلت لي وزنك كام 70؟ الوزن 72 يا 75 انا كنت 80 بس نزلت خسيت. طيب بص يا محمد
أيوه. لو هنزود لك الانسولين الوزن هيزيد. اخده قد ايه كم شهر؟ لا ما قلتلكيش كده. انت بس لو تجيب يعني المخرج يكتب لنا بس كده على الشريط ولا على اي حاجه ان الساده المشاهدين لما يتصلوا يسمعوا من التليفون ويبعدوا عن التلفزيون. لان الصدى وانا يعني عارف انت في مهاتيه كاننا بنتكلم في الجرن. عارف الجرن؟ واحد واقف في الناحيه الثانيه في الجرن، سنك كام سنه؟ وهو يرد عليك بقى. يا محمد معلش يا جماعه، يعني تمويل للساده المشاهدين، يعني الدكتور وقته غالي والبرنامج عايزين بقدر الامكان ان احنا نهتم بكل المشاهدين بتوعنا ونكتب روشتات مع وبسرعه عشان نشوف غيره. فاي حد هيسمع من التلفزيون او يرد من التلفزيون فهنضطر اسفين ان احنا نقطع المكالمه. فيا ريت نبعد عن التلفزيون شويه او نوطيه ونتكلم من التليفون. يتكلم في التليفون، يتكلم من التليفون، مش ما تسمعش من التلفزيون. يا وطي التلفزيون. شكرا. خالص شكرا. هي بس عشان محمد ما جاوبناش عليها، احنا عشان خايفين عليكم بس. ماشي. ام محمد لسه معانا؟ طب انا جاوب عليها. طيب عايز شكرا يا محمد. لا في حد تاني بس هرجع لها. خليك. طيب هناخد الاتصال ده ارجع لها. هنرجع ان شاء الله. طيب. تاني، ويا ريت لو انت سامعانا اتصلي بينا تاني، مفيش مشكله، لان حالتها مهمه. ماشي. الأستاذة شايد، الأستاذة شادية من الدقهلية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك؟ كل سنة طيبين. طيبة بالصحة والسلامة. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا من 6 شهور عندي السكر. ألف سلامة. هو إيه اللي حصل؟ السكر كله جاي بقاله 6 شهور؟ عندي والله كان عندي اللي طالع في التحليل التراكمي 7، وبعدين انا بقى من يومها باخد علاج، كتبوا لي كروفاج ومش عارفه ايه، خدت العلاج مريحنيش. فالدكتور اخر مره من يومي تيجي شهرين كده كتب لي علاج جديد، افروماج، حاجه اسمها افروماج وحاجه تانية كده مش عارفه اسمها، عبالي جسمه ميه قوي يا دكتور، وكان مظبط لي السكر. طب بص يا ستي، انت اما جيت تتشخصي من 6 شهور، عملوا التراكمي بس ولا عملوا حاجات معاه تانية؟ عملوا صايم وفاطر كم؟ مرة واثنين وثلاثة. كان الصايم بتاعي 200، الفاطر بتاعي 200، ومش عارفة الصايم كان 135 أو 138. طيب كتر خيرك. وزنك قد إيه؟ وزني والله 125 كيلو. بص يا بنتي، انت علاجك انك تخسي، والدواء اللي اداهولك حوش ميه في جسمك، صحيح هينزل السكر بس مش هيبقى ابدي. انت علاجك تخسي 20 كيلو، القصه هتنتهي تماما وسكرك مش عالي اساسا. طب ما هو دلوقتي يا دكتور بقى وداني اميريل 2، كل ما اقيس السكر الاقيه 202، لا 108، مش عارفه ابقى بيعلى قوي. هقول لك ليه؟ لان لما بيديك الاميريل السكر بينخفض عندك قوي، فبتضطري تاكلي. لا ما باكلش. بتجوعي قوي ولا ما بتجوعيش؟ بجوع بس مش قوي للدرجه، لان انا اصلا يعني معتبر بعمل دايت شويه كده، بتكي على نفسي عشان عايزه انزل. يبقى انت تنزلي اداكي جلوكوفاج ولا ما اديكيش الدكتور؟ لا جه اديهولي، قلت له بيتعب لي معدتي. ما دي المصيبه بقى، الجلوكوفاج ده نمره واحد اللي هو هيكون جايب نتيجه معاكي، وارخص دواء واحلى دواء. وتاخدي ألف، استني بقى ما اقول، تاخدي القرص الألف مش الخمسمية ولا الـ850، 3 مرات في وسط الاكل مع شويه لبن خفاف، تتحيل شويه. طب افرضي عمل شويه اسهال، ما كويس، لان الاسهال ده هيخفض وزنك كمان. ده مش بيعمل اسهال يا دكتور، ده انا شايله المراره اصلا. ما ملوش دعوه بالمراره، هو ممكن يعمل لك المعده يا بنت اسمعي. ممكن يتعب لك المعده، وساعات بيعمل اسهال، دول حاجتين اللي بيعملهم. لو هيتعب المعده نقدر نحطه في وسط الاكل، ناخد معاه حبايه زي الهستاك، انت تسمع الحلقه بعد كده، حبايه هستاك 150 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، واخد على الجلوكوفاج، هو ده علاجك الجلوكوفاج. العلاجات التانيه هل هي غلط؟ لا صح، ولكن على المستوى البعيد مش هتفيدك. يبقى نخفض الاكل، نخفض الوزن، نمشي وناخد الجلوكوفاج حبايه 1000 مللي جرام قبل الاكل او وسط الاكل او بعد الاكل، وناخد دواء اسمه رانيتيدين 150 مللي جرام حبتين في اليوم، امشي لي شهر وكلميني. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ شادي. نرجع في حد ما ردناش عليه.
احنا كنا بنتكلم على ام محمد، ام محمد اللي هي 58 سنه ووزنها 72 والطول 150. وقالت ايه دي؟ كان اتصال. طيب نفتكرها بقى انا وانت بقى بيني. السلام عليكم، ناخد الاتصال. السلام عليكم. ده الانتقال اذاعه خارجيه. اتفضل. دكتور اهلا وسهلا. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم وتحياتي لفريق الاعداد المحترم وقناه صحه وجمال يا فندم. الله يبارك في سيادتك. يا فندم الله يبارك فيك يا دكتور، عايزين نصيحه. احنا واخدين دور في الوزه وكحه فقط لا غير، البيت كله والله، وما عارفينش نعمل اي حاجه والله يا دكتور. ورحنا كشفنا قال لك دي في الوزه موسميه. طيب. ملهاش دعوه بالكورونا. الله يبارك فيك يا دكتور، طمنا يا شيخ. طيب بقالك قد ايه عندك الاعراض؟ الاعراض دي لها 3 ايام بالضبط يا دكتور. بداتوا كلكم مره واحده ولا الواحد سلم للتاني من العيله؟ والله هو انا بتهيألي اول حاجه انا ابتديت، وبعد كده زوجتي، وبعد كده معانا واحده صغيره كده سنها حوالي 9 سنين. طيب التالت حاجه في حراره ولا مفيش؟ لا يا دكتور. هي دي علامه طيبه ان في مفيش حراره. زورك بيحرقك وفي كحه وبلغم؟ في كحه يا دكتور. وبلغم؟ بينزل بلغم. ملون ولا عادي ابيض؟ لا بلغم ابيض يا دكتور. وزوجتك نفس الحكايه وبنتك نفس الحكايه؟ نفس الحكايه، الدور زي بعض بالظبط. هو لو هنتكلم عملت مسحه ولا عملت حاجه؟ ما فيش يا دكتور مسحات ولا في حاجه، احنا عندنا في لوكسور هنا ما فيش، يعني هي المستشفى بتكشف يا اما بتروح لدكتور. احنا بصراحه رحنا لدكتور قال لك دي انفلونزا موسميه، فما اعرفش ايه الانفلونزا الموسميه دي. لا الانفلونزا العاديه، بس الانفلونزا العاديه لازم بتيجي بحراره عاليه برضه، ما فيش انفلونزا عاديه من غير حراره. لا هو ما فيش سخانه يا دكتور الحمد لله. دي تمشي اكتر، بس يبقى النوع البسيط من الكورونا لو كان موجود. النوع البسيط اللي هو ممكن تقعد جوه بيتك 15 يوم او 20 يوم وان شاء الله هتخف لوحدها، وممكن تاخد حبه حاجات بسيطه قوي لو في تكسير في الجسم ومش عارف ايه، ولا مفيش؟ نعم في تكسير في الجسم. ايوه يا فندم، في تكسير في الجسم، وجع في العظم. في يا دكتور. خلاص ممكن تاخد حاجات زي باراسيتامول، بيرال، حاجات زي كده، حبوب مسكنه. ممكن تاخد مضاد حيوي مثلا زي سيزروماكس، او يمكن في حاجات اخرى، فيبراميسين مثلا، حبايه الصبح حبايه بالليل، فيتامين سي، والباقي كله كلام يعني الحقيقه مش له اساس طبي قوي. وادام الحراره ما جاتش دي حاجه يعني علامه طيبه ان شاء الله، تفضل في البيت لمده 15 او 20 يوم وربنا هيكرمك ان شاء الله. خير ان شاء الله. شكرا على الاتصال، ورجع لنا تاني الاستاذ محمود. السلام عليكم. اي محمود فيه. السلام عليكم. هو دلوقتي هيفكرنا بكل معلوماته. قول يا محمود. حضرتك يا دكتور دلوقتي انا قيس الاولاد، تمام؟ الولد حاجه عنده 85 سم. اللي هو الصغير. اللي هو الصغير 85 سم. وعنده 4 سنين ونص. 4 سنين ونص تمام. ده ناقص على الاقل 15 سم. بقول لك ايه؟ خلينا نبحبح، ناقص 10 سم. يلا. التاني. فرحت الدكاتره جديد فبيقولوا ده نقص كالسيوم، فنقص كالسيوم مش طبيعي يا عامة. لا اصل نقص الكالسيوم ده بيدي علامات تانية خالص. طب هبص استنى يا محمود اصبر بقى، اصل يا جماعه انتوا بتعذبونا في الصوت بتاعكم ده. هتعمل حاجه اسمها بي تي اتش. تمام. وتقيس الكالسيوم في العيال دي كلها. تمام. كالسيوم وفوسفورس والكالاين فوسفاتيز وبي تي اتش للعيال الاربعه دول ولا الخمسه اللي عندك، وبلغني الاسبوع الجاي. يلا ان شاء الله. تمام. الف سلامه. استاذ محمود شكرا. استاذ محمود الف سلامه. هو لو كالسيوم ناقص البي تي اتش المفروض يزيد، لو فيتامين دي ناقص يعني، وهم بيقولوا هذا الكلام واخبرك. وفي فيتامين دي فعلا بيبقى ناقص فاميليال، يعني يمشي في عائلات يبقى ناقص، ما يتكونش جوه الجسم. تمام. فهنا المفروض هرمون الغده الجاره الدرقيه يزيد في هذه الحاله، فلو لقينا الكلام ده مظبوط يبقى اوكي، يبقى خلاص هنحترمه. بس المفروض ان احنا نشخصه، مش يتقال كده وخلاص، احنا مش قاعدين بنقرا جرايد يعني. تمام. حضرتك كان في حد اللي هي ام محمد. ايوه. اللي هي كانت متدقليه 58 سنه، الوزن 72 والطول 150،
وكانت بتقول انا اكتشفت ان بتاخد انسولين ولا كانت بتاخد السكر بقى له 6 شهور السكر بقى السكر بقى له 3 شهور 6 شهور بيقول لك خد رمضان خلص. السلام عليكم استاذ رمضان. اهلا استاذ رمضان. استاذ رمضان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل الدكتور سامعك يا استاذ رمضان. بص يا دكتور انا عندي نبضات قلب سريعه جدا ومعدتي نفس معدتي شغاله زي نبضات القلب بالظبط. يعني كانها نبضات قلبي بالظبط الاثنين شغالين مع بعض بسرعه. موافق. سنه كم سنه؟ سنه كم سنه؟ 30 سنه. كم؟ 30 سنه. 30 سنه. يعني انت بتحس ان في نفض في فم المعده. مش عارف حضرتك يا دكتور عشان تقف التلفزيون على فكره. طيب يعني انت بتحس ان في على المعده نفط كده بيعمل كده. الخط قطع. طيب عشان هو لو ما عرفش يجي لنا تاني اعمل لي حضرتك هتعمل لي هو ضربات القلب لازم نطمن نشوفها قد ايه لان احيانا ضربات القلب السريعه بيكون فيها عندك حد. عندنا ام ادم. طيب هات ام ادم. ام ادم السلام عليكم. وعليكم السلام ازاي حضرتك؟ والله تمام الحمد لله نعمه وفضل. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ام ادم. الدكتور سامعك. انا طالبه من بس من حضرتك ما حدش يفصل عليا لان ممكن اطول لانه بصراحه عندي شويه مشاكل وعندي ابني فحابه اعرف بس العلاج. طيب مبدئيا احنا هنحترم اللي انت بتقولي. لا لا مش هينفع. استنى بس عشان الصوت اللي حواليها. لا ما انا عارف كلامها صح. بس انا حضرتك بحتاج اسئله معينه لو انت هتتكلمي 3 ساعات مش هتجاوبي عليهم. صح. لا هو اسئله بسيطه وبسرعه. اتفضلي يلا. فحضرتك انا كنت عاوزه اقول لحضرتك انه انا عندي انيميا كان وانا عندي طفل واحد هو ادم. فانا وانا حامل فيه في الشهر الثالث كانت عندي الانيميا 4. تمام حضرتك. ايوه اتفضلي كملي. وبعدين انا طبعا يعني موضوع الانيميا وكده كان سبب لي وقوع في الشعر ودوخه وطبعا الاعراض المعروفه عن الانيميا. خلاص بقى خلاص. تمام. فحضرتك انا حاليا خلاص ولدت ومعايا ابني 3 سنين فمن بعد الولاده وانا على طول رجليا بتتنفخ وتورم وعلى طول جنبي يقوم عليا لدرجه ان انا اوقات ما بقدرش اتحرك خالص ولا اقوم من السرير. تمام. وغير كده انا ابني يعني عنده حاجه ما اعرفش حاجه عصبيه او نفسيه الله اعلم. هو انا مطلقه فابني على طول لما بيعيط او يتخنق ابص الاقيه قطع النفس خالص ويترمى في الارض ويزرق. طيب بالنسبه لابنك لازم نروح لدكتور اعصاب ربما يكون عنده نوع من التشنجات. هذا واحد بالنسبه لك. حضرتك هو مش مره ولا اتنين ده على طول الموضوع ده بيتكرر. ما انت لو قلت لي مره واتنين ما كنتش طلبت منك حاجه. كنت قلت لك ايه يعني ده الواد كل العيال بتجي لها كده احيانا لكن احنا دايما نهتم بالمشكله حضرتك انه بيقولوا لي الموضوع ده وراثي لانه انا صغيره برضو الموضوع ده كان بيحصل عندي وكده فبيقولوا الموضوع ده ممكن يكون وراثي. لا ما دام النفس بيقطع وبيزرق وبيترمي ممكن ده نوع من انواع الكونفالجنز اللي هي تشنجات. وفي تشنجات لا مرئيه يعني ما تحصلش ولكن ده اللي بيحصل. واخد بالك نشوف دكتور اعصابي الاول وبعدين ممكن دكتور قلب بعدها لو حصل حاجه زي كده. دي واحد. بالنسبه لك انت الانيميا راحت ولا لسه موجوده؟ موجوده بس حاليا لما هو صغير من سنتين سنتين ونص كان الموضوع ده بزياده اكتر انما حاليا هو عنده 3 سنين 3 وشهرين كده تقريبا هو ممكن يحصل مره في الشهر مرتين. طب احنا معلش عشان عندنا ايه. طيب اتصل بينا تاني او تخلي على الخط. اتصل بينا تاني او خليك على قد اعزائي المشاهدين. فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين وبكده رجعنا لكم مره تاني في برنامج كونسلتولي ميديسن مع السيد الدكتور محمد سعد حامد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا سيدي. احنا كنا بنقول على ايه وقطعنا عشان الاذان. هو ما زال الحوار مستمر. كنا اخر واحده ام ادم. فكرني. كان عندها هي 30 سنة وكان عندها ورم وابنها كان عنده تشنجات زي عصبية أو حاجة زي لا كده. هي أصلية دخلت راحت عاملة الاتنين في بعض. واخد بالك يعني دخلت الولد في النص واحنا قلنا لها الولد خلاص حسمنا موضوعه قدامها حاجة يا إما أدام بتتكرر كتير يا حاجة في الجهاز الدوري يبقى القلب أو الجهاز العصبي وده الأكتر إنه يحصل. وبتقول ان هو كان بيحصل لها
ودايما صح. الام تورث لاولادها عمليه التشنجات وراثه، اه الاب او الام او العيله، فدي ماشي اكتر، ان التشنجات دي اكثر منها من القلب. ودايما التشنجات بين التشنج والتشنج ما يحصلش مشاكل، لكن القلب بيبقى له اعراض، حتى لو هو يعني على طول يبقى فيه اعراض وبعدين يحصل عرض كبير، اما التشنجات تبقى بين التشنجات الطفل طبيعي جدا. هي طيب. بالنسبه للانيميا دي لازم نشوف دلوقتي الهيموجلوبين بتاعها كام، وهل لسه في بوادر ولا لا، ليه الورم موجود في رجليها. انا عايز استوضح، هل ورم مركز في اماكن معينه في القدمين، يعني مثلا وش القدم، المفاصل بتاعه القدمين، ولا القدم كلها بما فيها الساق من تحت لحد بز الرجل لحد تحت الركبه او بين الركبه وبز الرجلين، فده كله له دلاله عندنا. الورم برضو بيزيد بالنهار الصبح قوي ولا بيزيد بالليل، نقول له اكتر بيزيد بالوقفه، في عروق زرقاء في الرجلين ولا مفيش، ده كله بناخد بالنا منه. طيب هي اما الانيميا علاقتها بالورم ده، ربما يكون هناك في عدم كفاءه في القلب. لو عدم كفاءه في القلب تتعمل برضو ورم في الرجلين في الناحيتين. فالموضوع احنا دايما هنا ما بناخدش الامور بسطحيه، خد شويه شيح وكراويه وحط ثلاث نقط شاي على اخضر على شاي اخمر وحط يا ريت لو تطلع لون بنفسجي يبقى كويس. احنا بنشتغل علم راقي جدا اكيد على مستوى اكيد اكيد طبعا، عمرنا ما هنقدر، كل شيء بيختلف في التشخيص. نعم، ومش هنقدر نجاوب او هنقدر ان احنا نعالج على التليفون بنسبه 100%، لان زي ما قلت لحضرتك مرارا وتكرارا، مجرد ما الانسان الدكتور اللي هو انا يعني بشوف العيان 70% او 80% من التشخيص بيكون وصلني قبل ما يفتح بقه. اول ما يقعد على الكرسي يبقى 80، يفتح بقه يبقى 90، يقوم على السرير يبقى 95.8 من 10، وبعد كده يمكن نبدا نفكر في حاجات تانية. دكتور محمد، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، في سحر في الحلقه معاك والحلقه بتاعتك. والمره دي مفيش مشكله، بدل الدقيقه ممكن ناخدها دقيقه ونص او دقيقتين. بسيبك مع المرات الجايه يمكن مع المشاهدين. الانستراكشنز اللي لينا ان مريض السكر بيكون عرضه لان هو يلقط اي انواع من انواع الالتهابات والفيروسات بالذات، وفيروس كورونا يبقى خطير جدا على مرضى السكر. المفروض لانه تاثيره بيبقى اصعب، المناعه اقل، انتشاره بيكون ليهم واللي زيهم سريع، فنحاول ان احنا نقعد في البيت. بس ما نقعدش في البيت، لازم نعمل مجهود. لو كنا المفروض نمشي نص ساعه ولا ساعه، نحاول حتى ولو نعمل مجهود في محلك سر بيسموه الايروبيك والكلام ده، تمام، او يلف في اي منطقه بعيد عن الناس، يلبس الكمامه، يظبط سكره كويس، ده حاجه مهمه جدا في المرحله اللي احنا فيها. اما نيجي ان شاء الله بعد كده يبقى حاولوا يقفلوا التلفزيون او يبعدوا عنه، ويحضر نفسه على اسئله محدده، السن والوزن والطول والسكر بقاله قد ايه، ومعدلات سكره صايم بعد الاكل وتراكمي قد ايه، والدواء اللي بياخده، ولو في اعراض اخرى يقولهم لي كده بسرعه، وان شاء الله نجاوبه وما يحتاجش يشوف دكاتره تانيين. امين يا رب. امين يا رب. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت تولي ميديسن. نشكركم لحسن المتابعه والاستماع والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب بجامعه عين شمس. والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.